كما أكد المدير الرياضي كمال قاسية السعيد أن الفريق لا يعاني من أزمة وأن هناك أطراف تثير البلبلة. وسط الفريق كاشفا أنه عقد اجتماعا مع اللاعبين والمدرب لمعرفة أسباب تراجع النتائج في الآونة الأخيرة. كما المهوي ثانية، من بكري المولودية من يوم ما تخلقت يعني اللي يكون فيها راهو لاباس، واللي ما يكونش فيها يبقى ينتقد. هذا شيء طبيعي، وهذه الاشياء هذه تضرب الفريق. يعني احنا كاداره وحتى كطاقم فني عارفين هذا الوضع، عارفين انه فيه اشياء يعني راهي تطبخ باش الفريق هذا ما ينطلقش بقوه. وان شاء الله يعني احنا رانا قارين حسابنا باش نتصدوا لهذه الاشياء هذه اللي تضر الفريق. عندي اجتماع البارح بعد المباراه مع اللاعبين لوحدهم، يعني كل لاعب تكلم وقال تكلم يعني، وسالتهم سؤال صريح، قلت لهم مش وراه المشكل، فهموني الان وراه المشكل. فريق مثل هذا ما قدرش ينطلق، كاينه حاجه سي با نورمال.